السلام عليكم. في العراق أخذ الصراع بعدا طائفيا، بينما كان في اليمن سياسيا رغم محاولات جره إلى مربع الطائفية، في ليبيا مناطقي جهوي، وفي سوريا حمل مستويات عدة كان وجهها الظاهر مرتبطا بحكم الأقلية الأكثرية. أوجه صراع عدة شهدتها المنطقة العربية من غير أن يكون لدى كثير من المراقبين قطع بطبيعة الصراع وهويته. اليوم في حديث العرب نبحث في الصراع الدائر وعن هويته وأسسه، ولكن بعد الفاصل. بالرغم من انقضاء نحو 7 سنين عجاف من حالة الاحتراب الداخلية فوق الجغرافيا العربية، فإن الأمور تزداد عمقا وتعقيدا عاما بعد آخر، وتستقطب أطرافا وجهات جديدة بدلا من أن تتجه نحو التهدئة. لماذا طال الصراع كل هذا الأمد؟ وما أسبابه ومحركاته التي تحول دون إنجاز حل يريح منطقة أنفقت ملايين القتلى وعشرات مليارات الدولارات من مستقبلها البشري والاقتصادي؟ ما طبيعة الصراع؟ هل هو مذهبي أم عرقي؟ أم ليس إلا صراعا سياسيا؟ هذه الأسئلة هي مادة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب، فأهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد. ليس ثمة شك في أن العالم العربي يواجه مرحلة ربما تعد الأخطر في تاريخه الحديث. الحروب والصراعات على اختلاف أنواعها تضرب أركان المنطقة بصورة تبدو أشبه بسرطان يغزو الجسد العربي بوتيرة متسارعة. وتعود أسباب ومحركات الصراعات في المنطقة العربية إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية. فداخلياً تقوم الأنظمة السياسية العربية على شرعيات هي في أكثرها هشة بسبب غياب قيم الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الأمر الذي يوسع الهوة بين الحاكم والمحكوم ويؤسس لنشوب صراعات سياسية واجتماعية يفجرها التعسف السلطوي ضد بعض فئات المجتمع لحساب فئات أخرى، ما قد يفضي إلى تفجير لهذه المجتمعات من الداخل كما حدث ويحدث في الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي، تلك التي كشفت عن قدر كبير من التدمير مارسته الأنظمة القديمة في المجتمعات بحيث تعجز عن إدارة شؤونها والتخلص من إرث الاستبداد القديم. ولا يمكن البحث في الأسباب الداخلية بمعزل عن التأثيرات الخارجية التي أسست لما تعانيه المنطقة من أزمات وصراعات. فمع انهيار الدولة العثمانية وحكمها للمنطقة العربية، عملت قوى الاحتلال الغربي على تقسيم المنطقة وفق حدود سياسية للدول لم تراعي الحدود الثقافية أو العرقية أو القبلية أو حتى الحدود المذهبية للمجتمعات، فكانت النتيجة دولاً تحمل أكثرها بذور الانقسام والصراع بين مكوناتها. كذلك فإن التنافس وصراع نفوذ بين بعض القوى الإقليمية والدولية كان له بالغ الأثر في إذكاء نار الصراع في المنطقة العربية. مثال ذلك ما يجري في سوريا منذ 7 سنوات. فالصراع الداخلي بين الثوار ونظام بشار الأسد ربما كان انتهى قبل وقت طويل لولا التدخل الإيراني الروسي لدعم النظام، بل إن الأمر تطور لتكون سوريا ساحة مفتوحة للحرب بالوكالة بين الحلفاء الفرقاء، ما ينذر بتكرار النموذج السوري وإن اختلفت التفاصيل في دول عربية أخرى كالعراق واليمن وليبيا وربما غيرها. معي في الاستوديو الأستاذ حسين السبعاوي الباحث في التاريخ، وكذلك الأستاذ فراس أغلو الكاتب والمحلل السياسي، وعبر الهاتف من لندن محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق. أهلا بالجمع الكريم. عن يميني أبدأ أستاذ حسين، يعني لو إذا أردنا أن نصف ماذا يجري في المنطقة من صراعات داخلية بينية، ماذا يمكن أن يقال توصيفا لما يحدث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لكل حدث تاريخي كبير لابد أنه نعرف ما هي العوامل التي أدت إلى هذا الحدث وما هي الأسباب لهذا الحدث. بالنسبة للحدث الذي يجري الآن في العالم العربي، هناك عاملين أساسيين، العامل الخارجي والعامل الداخلي، وللعامل الخارجي دورا بارزا
في إثارة هذا الصراع الذي الموجود داخل العالم العربي، إضافة لعاملا داخليا أو أرضا خصبة لاستقبال مثل هذه العوامل. أما الأسباب التي نتكلم عنها لنوصف هذه الحالة الموجودة في الساحة العربية الآن، لا يمكن لحدث تاريخي أن يترتب عليه أن يكون سببه واحدا فقط، بل مجموعة أسباب يبرز واحدة منها. قبل الأسباب أستاذ حسين، يعني برأيك وأنت المتابع والباحث، طبعا تنطلق في رؤيتك أو مقاربتك لما يجري لا شك من منطلقات تاريخية. بالتأكيد. انطلاقا من هذه المنطلقات التاريخية، الذي يحدث الآن في المنطقة العربية هو بشكل عام صراع يعني عسكري، صراع سياسي، صراع استراتيجي، أدواته بالضبط ما الذي يحدث تحديدا؟ يعني ربما تكون رؤية واضحة لدى كثير من المشاهدين غير واضحة ما بينهم. نعم، لهذا السبب نقول أنه الصراع اللي موجود الآن في الساحة العربية ما يعلن عنه هو قضية الإرهاب، بمعنى السبب الديني الطائفية الإرهاب إلى آخره. عندما يبرز سبب الإرهاب لا يلغي بقية الأسباب الرئيسية التي تحولت إلى أسباب ثانوية في سبب الصراع، بمعنى السبب السياسي حاضرا، والسبب الاقتصادي حاضرا، والسبب الاجتماعي حاضرا، والسبب العسكري حاضرا، ولكن هذه الأسباب تعتبر أسبابا ثانوية قياسا إلى السبب الرئيسي اللي اعتبر هو الإرهاب والطائفية، بمعنى السبب الديني هو السبب الرئيسي وبقية الأسباب تحولت إلى أسبابا ثانوية. لهذا نحن لا يمكن أن نفسر الأحداث اللي موجودة تفسيرا كما يفسره بعض الكتاب التاريخ الغربيين تفسيرا جزئيا واحدا. هناك من اعتبر تفسيرا لمثل هذا الحدث تفسيرا عرقيا، ومنهم اعتبره تفسيرا جغرافيا، ومنهم اعتبره تفسيرا اقتصاديا كما مثل الروس وغيرهم التحسفيتي سابقا، يعني بمعنى الشيوعية. كل مدرسة تبنى تفسيرا شيئا مفردا عن الحدث الذي يجري، ولكن لا يمكن لحدث تاريخي كبير مثل الذي يجري الآن هو سببا واحدا، مجموعة أسباب يبرز واحدة منها. الآن بارز هو سبب الإرهاب والطائفية، بمعنى السبب الديني هو البارز، ولكن بقية الأسباب حاضرة وموجودة. ومثل ما ذكرت لك أنه العوامل الاثنين اللي موجودة، اللي هو عامل الخارجي والعامل الداخلي، كلاهما موجود، ولكن العامل الخارجي هو الأبرز في الصراع العربي عربي الآن اللي موجود. سنأتي على ذكر ذلك بشيء من التفصيل، لكن قبل ذلك يعني لو نبحث مع فراس جملة الأسباب والمحركات التي تجعل من المنطقة العربية بؤرة مستعرة دائما. يعني أنا فقط قبل أن نبدأ بالمحركات أو الأسباب، يعني أريد أن أضيف كلمة، وهي أن الصراع هو أنا أراه أنه كانه إثبات الهوية. يعني إن كان الصراع طائفيا فالطائفي يريد أن يقول، إذا كان سني أو شيعي يريد أن يثبت هويته السنية، إذا كان عربي يريد أن يثبت هويته العربية أو الكردية أو التركية، وهذا المدخل الذي جعل التدخل الخارجي واضحا. إضافة إلى الأخريات وهي المحركات أو الأسباب، الأسباب يعني هناك ممكن نضع بعض الأسباب التي تساعد في التدخلات الخارجية أو حتى الداخلية نفسها. مثلا أن ضعف الأنظمة نفسها، الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية ضعيفة، بالإضافة إلى ضعفها عندها جمود، لا يوجد تطور وتواكب ومواكبة لما تتطور فيه العصور. هناك كثير من الدول ومنها تركيا، يعني لو تحرر مصطلح الضعف، ما هي ضعف؟ عندها جيوش وعندها أسلحة متطورة وعندها مال واقتصادات، أين يكمن الضعف وأين يكمن التطور؟ الضعف فيها، نعم، الضعف في هشاشة هذا النظام وهذه القوة، هذه القوة الظاهرية، لكن في داخلها ضعف، هشاشة. الهشاشة هي تأتي أين المؤسسات؟ هل المؤسسات في مواكبة دائمة للتطور العلمي، للتطور الاجتماعي، للتطور حتى الفكري؟ يعني كنا في الأمس القريب كانت العالم تتواصل فيما بينها عبر سكك القطار، الآن العالم تتواصل فيما بينها عبر الإنترنت في لحظات. الخبر أصبح، الدنيا أصبحت كما يقال قرية صغيرة. إضافة إلى نقاط أخرى، غياب المؤسسات والتدخل، إضافة إلى الظلم والجهل. الظلم يولد الجهل، الجهل سيولد فيما بعد كما قلت أنا إثبات للهوية. كل شخص يخشى على، أو كل عرق نقول، أو كل شيء مكون، المكون الذهني، أريد أن أقول أول شيء المكون الذهني، اللي هو يفكر بطريقة التكوين الذهني، أريد أن يثبت نفسه. هذه مشكلة كبيرة. إذن هذه المشكلة ستقود إلى أشياء أخرى، وهي المواطنة، لا يوجد مواطنة. لذلك نجد كثير من هذه المشاكل أو أصحاب هؤلاء المشاكل في ديارهم، إن كان في منطقة الشرق الأوسط أو حتى في إفريقيا، لا تجد هذه العقدة إذا كانوا موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا. ماذا يحصل لهم؟ هل يتغيرون؟ هل يغسل دماغهم؟ لا، هم يدخلون في نظام، يجدون أن هذا النظام تقريبا يدرس كل المشاكل التي تعرضت لها
الأمم كثيرة من قبل ويتطورون، لذلك لا تجد هذا المصطلح سني وشيعي مثلا في أوروبا، ولا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية، لا يوجد مصطلح كردي تركي، ولا يوجد مصطلح عربي تركي وتركماني وآخره في أوروبا، أقصد تقريبا في أوروبا الغربية أكثرها، وفي الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، في أستراليا، هناك في تطور كبير في هذه الأنظمة التي استطاعت أن تجعل الفرد يثبت نفسه، إذا استطاع أن يثبت نفسه عبر انتماءاته في أي حرية ديمقراطية وتطور ومواكبة، هذه مهمة جدا. المحركات الأساسية أراها أولا الخارج، لأنه يجد نقاط ضعف كثيرة في الداخل، لا يمكن للخارج أن يتدخل في الداخل إن لم يجد مطيته في الداخل، ثغرات ومطية، لذلك هو يستخدم هؤلاء المطية بكثير من الأمور، الضعف الاقتصادي، الضعف العسكري أو الضعف الاجتماعي، وأيضا الضعف الديمقراطي إن صح التعبير. هذه الأمور تحتاج إلى دراسة شاملة جدا كي تنشئ أمة كانت في القديم هي تقريبا سائدة في ديمقراطيتها في العالم، والآن يحصل العكس تماما. لعلنا نسلط الضوء على هذه النقاط التي أثرتها بعد قليل. أستاذ محمد العربي زيتوت، الصراعات الداخلية البينية ليست حكرا على المنطقة العربية، كثير من البقع الجغرافية في العالم شهدت مثل هذا الصراع، لكن ربما ما تختص به المنطقة العربية هو أن الصراع فيها أظهر من غيرها من المناطق وأكثر شراسة وأكثر استمرارية، لماذا برأيك؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. تحياتي لك ولضيوفك والمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. اعتقاد الحادث هو صراع ما بين الاستبداد وما بين أولئك الذين يريدون أن يتحررون من هذا الطغيان، ما بين الشعوب وما بين أنظمة أثبتت أنها فاشلة في النهضة الاقتصادية، فاشلة في العدالة الاجتماعية، فاشلة في الكرامة الوطنية، خاضعة للقوى الخارجية، بل خاضعة حتى لدول مثل إسرائيل. هذه الأوضاع أو هذه الأنظمة جعلت الشعوب لا تقبل أن تطحن طحنا وتنهب أرزاقها وتدمر ثرواتها وتنهب ثرواتها وحياتها تقريبا، أنا أتحدث هنا بشكل إجمالي، تعيش حالة رديئة جدا بأنظمة متخلفة جدا، فانتفضت وكانت الشرارة بطبيعة الحال مع حرق البوعزيزي نفسه في منتصف ديسمبر 2010 امتد كنايف الهشيم إلى باقي الدول، وحتى تلك التي لم تصلها كانت هناك أحداث وكانت هناك انتفاضات وكانت هناك مظاهرات واحتجاجات بشكل أو بآخر حتى في الدول الخليجية، يعني شاهدنا ذلك في عمان على سبيل المثال، وشاهدنا كيف واجه نظام آل سعود مثلا تلك أيضا التحركات. إذن فالصراع حقيقة في الأساس هو صراع ما بين شعوب تريد أن تتحرر وأنظمة طغيانية مدعومة من الخارج تريد أن تظل تحكم بطريقة شديدة التخلف. لكنه يعني لم يبقى كذلك في عدد من بلدان الربيع العربي، مثلا في اليمن تحول إلى قتال بين فئتين من الشعب اليمني، وكذلك الأمر في ليبيا، وحتى نشهد ذلك وإن كان يعني فوق الجمر في مصر، يعني لم يعد صراعا بين حكومة وسلطة وبين الشعب، يعني يبدو أن الأمر أعمق من أن يكون بين سلطة وشعب فيما نعم نراه. هذا سؤال مهم جدا. بدأ الصراع والصراع الحقيقي في عمقه هو الصراع ما بين الشعوب تريد أن تتحرر وتريد أن تنهض وتريد أن تأكل جيدا وأن تلبس جيدا وأن تدرس جيدا وأن تتطبب جيدا، وبين أنظمة استبدادية. هذه الأنظمة الاستبدادية الدول التي الأخرى القوى الأخرى قامت بضرب الأنظمة أو الشعوب التي أرادت تتحرر. نعم. التي قادتها وقامت يعني معذرة أستاذ محمد، الصوت ليس واضحا بما فيه الكفاية، سنعود إليك ريثما يتم إصلاح هذا الخلل الذي لا أعرف ربما يكون من المصدر. أستاذ حسين، قبل أن نذهب إلى الفاصل، كثير من مفردات الصراع التي نشهدها في العراق لدى ميليشيات الحشد، في اليمن، في سوريا، في ليبيا، مستعارة من التاريخ. هذا يقودنا إلى السؤال عن مدى ومستوى العلاقة ما بين الصراعات الراهنة وبين حقب تاريخية معينة من تاريخ هذه المنطقة. أنا لا أؤمن بأن التاريخ يعيد نفسه، ولكن أؤمن بأنه هناك حوادث تاريخية متشابهة عبر التاريخ، حوادث تاريخية متشابهة. الحوادث الآن اللي موجودة هي متشابهة تاريخيا مما حدث في العهد الصفوي وفي عهد هولوكا وفي عهد كذا.
متشابهة، ولكن أدوات الصراع وأهداف الصراع قد يجوز تتفق وتختلف مع هذا الصراع. يعني إذا كانت متشابهة لماذا لا يعيد التاريخ نفسه؟ لا، في اختلاف في البحث التاريخي، أن عندما تقول التاريخ يعيد نفسه بمعنى أن تنسخ أسباب وعوامل الصراع نسخا في الحادثة المعاصرة الآن، بينما عندما تقول هناك حوادث تاريخية متشابهة الأمر مختلف وفيه من المرونة، لأنه لا يمكن نسخ حادثة تاريخية قبل 1000 عام إلى الآن بنفس النسخة، هذا لا يمكن، صعب جدا. إذن ما الذي يحدث الآن؟ الذي يحدث هي حوادث تاريخية متشابهة، ولكن هذه الحوادث التاريخية المتشابهة عادة ما تكون ضمن منطقتنا، ضمن منطقة الشرق الأوسط أو ضمن المنطقة العربية تحديدا، بتعاون حلفين أساسيين لم ينفك هذا الحلفين، الحلف الإيراني والحلف الغربي. سابقا كان الحلف البرتغالي، ثم صار الحلف الإنجليزي، الآن الحلف الأمريكي، الحلف الإيراني أو هذا الحلفين هم أساس، هو العوامل الخارجية والأسباب الرئيسية اللي أدت إلى هذا الصراع. هذا الحلفين لابد يعني الذي يتفقان على إثارة الصراع داخل المنطقة العربية لمصالحهما، لكل لهم مصلحته. لكن لو عدنا إلى الشعوب العربية نفسها، نعم، التي الآن تتصارع فيما بينها إذا صح التعبير، أو ربما فئات من هذه الشعوب، هل مرد هذا الصراع إلى وعي هذه الشعوب بالتاريخ أم إلى جهلها بالتاريخ؟ لا، إلى جهلها بالتاريخ واحدة، وثانيا أن يتحمل النظام السياسي مسؤولية هذا الجهل ومسؤولية هذا الصراع. غياب الديمقراطية في العالم العربي والحكم الرشيد والحكم العادل داخل العالم العربي هو يخدم هذا النظام ويخدم بقائه، فبالتالي في أحيانا صراعات داخلية تخدم بقاء السلطة الموجودة داخل العالم العربي، يعني تتغذى على هذا الصراع. يعني احنا لا نفك النظام السياسي العربي القائم الموجود عن هذه الأحلاف المعادية للمنطقة أبدا، لا يمكن فك هذا الارتباط بينهما، هم جزء من حلف مستهدف المنطقة ومستهدف الشعوبة، سواء مستهدف خيراته أم مستهدف ثقافته أم مستهدف ديانته أم مستهدف أخلاقه وقيمها الاجتماعية. هذه هي الكتلة الصلبة التي استهدفت المنطقة عبر تاريخها، استهدفت شعوبها. فلهذا سبب النظام السياسي العربي بغياب الديمقراطية ووجود الدكتاتوريات والحكومات العسكرية والانقلابية هي واحدة من الأسباب الرئيسية اللي موجودة داخل العالم العربي، سواء كانت صراعات طائفية أو كانت صراعات عرقية أو كانت صراعات مذهبية أو كانت صراعات قبلية كما هو موجود في اليمن. النظام، خذ أمثلة، النظام في سوريا الشعب ثار على بشار ولم يثر على العلويين وعلى النصيريين، ولم يثر على هذا الموضوع، ثار على نظاما سياسيا أراد أن يستبدله بنظاما ديمقراطيا، استخدم الطائفة واستورد إيران وجعل الصراع به شيء من الطائفية. الصراع في اليمن كان صراعا على شخص حاكم اسمه علي عبد الله الصالح، وكانت الثورة السلمية بامتياز. الذي حصل، ما الذي علي عبد الله صالح الرئيس اليمني استدعى الميليشيات الحوثي الراحل، الرئيس اليمني الراحل، الراحل استدعى ميليشيات الحوثي تحالف معه، ثم استدعى إيران الى 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 الارض، ارض اليمن، وبدأ. وهكذا كذلك في مصر وفي العراق وبقيته. فبمعنى هذا الثالوث اللي هو إيران، الحلف الغربي، النظام السياسي، هم سبب الرئيسي لهذا الصراع اللي موجود داخل المو، ويبقى يستنزف، يبقى يستنزف. وللاسف انه اضعف البنية الداخلية للشعوب وأضعفوا اللحمة الوطنية من خلال هذه الصراعات الدينية والعرقية والطائفية وإلى آخره. نعم، لكن الآن المشهد تعقد ودخلت أطراف إقليمية ودولية، سنبحث هذا بعد العودة من الفاصل، نستأنف حديثنا بعد العودة من فاصل قصير. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت. أسعدكم الله، ما زلنا وإياكم في الحديث عن طبيعة الصراع في المنطقة وتعقيداته التي تكثر يوما بعد آخر. في رأس يعني المنطقة تكاد تنهي عامها السابع من الصراعات المباشرة الحدية، ومع ذلك بدلا من أن تتجه نحو التهدئة تداخلت أطراف إقليمية ودولية وازدادت تعقيداتها. يعني ما الذي يفسر هذه التعقيدات برأيك؟ يعني أولا هناك
قاعدة أساسية في العلاقات السياسية بين الدول، تقول أن العلاقات القائمة العلاقات السليمة القائمة بين الدول هي العلاقات القائمة على التنافس. هذا هو الأساس في العالم السياسي، ليست لا يوجد شيء اسمه غير تنافس. العلاقات القائمة على التنافس هي العلاقات السليمة بين الدول. فلذلك عندما تجد أي دولة في دولة مجاورة لها أي وجود لضعف ستتدخل مباشرة. هذا في عالم السياسة. لذلك لابد للجميع، لأي نظام سياسي إذا أراد الاستمرار لابد أن يكون يحسب كل هذه الأمور. أولا لا يمكن، لا يوجد شيء في عالم السياسة، أولا لا يوجد شيء اسمه الأخلاق إن صح التعبير أو الصداقة ولا شيء، كل عالم مصالح. لذلك نجد كثير من الدول التي بدأ فيها التدخل الخارجي بسبب ضعف النظام، إن كان هذا النظام ديمقراطي أو كان ديكتاتوريا أو حتى لم يكن نظاما في الأساس، لكن عند ضعفه بدأ التدخل من الخارج. هذا التدخل من الخارج، هذا الضعف الذي أوصل التدخل الخارجي بسبب عدة أمور: عدم وجود مؤسسات مثلا، عدم وجود تحرك، ديناميكية، تواكب، تطور، اعتماد الكائن البشري هو الأساس في عالم الدولة. إن لم يكن هذا موجودا هذه مشكلة كبيرة في أي دولة إن كان. لذلك نجد في العالم العربي سنجد دولا كانت لها وزنا كبيرا جدا حتى 100 سنة قديمة، ليس في مكان بعيد. يعني سنجد صنفان في الدول العربية مثلا، صنف كان له تاريخا قويا وفعالا ومؤثرا على العالم في العالم تقريبا، والصنف بدأ الآن يصبح قوة اقتصادية له تأثير في المنطقة بشكل عام. لذلك مثلا أعطيك مثال، مثلا دولة الإمارات قبل 40 سنة كيف كانت وكيف الآن؟ أصبحت دولة قوية لها أركانها، لها نفوذها في المنطقة، بل حتى لها نفوذها في دول العالم. لذلك هذا النفوذ من دولة بدأت قبل 30 سنة ممكن أن نقول في عالم النفوذ. مثلا مصر دولة كانت لها بصمة في العالم العربي والإسلامي، وحتى بشكل عام نجد الآن أصبحت متقوقعة على نفسها. هذا نعم هذا غريب. لذلك نجد أن مصر الآن لديها مشكلة مع السودان، مع أثيوبيا، وهذه المشاكل كيف لا تحل؟ هناك إذن إما ضعف في القراءة السياسية أو ضعف، لكن الحاصل الآن في المنطقة العربية أن الصراعات تتعقد. من أين ينشأ هذا التعقد؟ يعني تدخلت أطراف دولية وأقليمية، وبات المشهد مثلا في سوريا وحتى في ليبيا وحتى في اليمن معقدا للغاية. من أين ينشأ هذا التعقيد؟ التعقيد لأن كل منطقة حقيقة لديها مشاكلها المعقدة ذاتا. يعني ننظر إلى ليبيا، هناك كما قسمت ليبيا إلى قسمين، الشرق والغرب، وأيضا المسألة القبلية الموجودة هناك. طبعا التدخل الخارجي موجود، والتدخل أيضا الجيران، يعني لا نبعد عن وجود التدخل المصري والتدخل الجزائري في الغرب وتونس أيضا وفي المغرب، كل يدعم على حسب ما يراه منفعته السياسية. في سوريا ربما هي الأشرس ممكن أن نرى التدخل أصبح مفتوحا على مصراعيه. هذه المشكلة في سوريا ربما موقعها الاستراتيجي أو الجيوستراتيجي أو موقعها أيضا التاريخي لو صح التعبير أيضا، لأن سوريا ممكن أن تذهب إلى تركيا وممكن تذهب باتجاه إيران، فلذلك هي عقدة الحل وعقدة المنشار في المنطقة الشرق الأوسط. تركيا في عالمها الاستراتيجي وفي رؤيتها الاستراتيجية تنظر إلى سوريا كنفوذ قادم لها وموقع تموضع قدم مهم جدا. نفس الشيء بالنسبة لإيران، وهي نعم. كانت تنظر إلى ذلك ربما منذ 30 سنة. هذا التنوع في ليبيا في اليمن مختلف جدا، وأيضا في العراق أيضا مسألة أخرى. دخلت الولايات المتحدة الأمريكية هي من تقريبا بدأت في هذا العمل في هذا السيناريو في تدمير العراق. بعد ذلك قالت هناك سنة وشيعة وأكراد. أنا لا أعرف هل الأكراد هم سنة أم شيعة أم ليس لديهم دين. هذا التقسيم الطائفي الديني وهو تقسيم غريب جدا. يعني هناك التباس بالتقسيمات. يعني نبي محمد العربي في لندن، يعني إذا المنفعة والمصلحة هي المحرك الأول والأساس في عالم السياسة. أين تكمن مصالح العرب في الاحتراب الجاري عندما يتدخلون بعض العرب في ليبيا مع فريق لصالح فريق آخر فتتعزز الانقسامات ويتدخل المجتمع الدولي؟ أين تكمن مصالح العرب فيما يجري؟ أتمنى أن يكون أوضح هذه المرة. سنحاول، تفضل. الأنظمة القائمة، أنا هذا ما كنت أقوله، قلت أن حينما ظهرت الشعوب وأرادت أن تتحرر ظهرت الأنظمة الأخرى التي لم تسقط، فذهبت لإسقاط الدول وإسقاط الشعوب حتى أولا لا تفكر شعوبها في أي تحركات، وحتى تصبح مثلا اليوم مثال سوريا أو مثال العراق أو مثال ليبيا
موقوف به شعوب سعودية أو الجزائر أو تونس أو المغرب، ثم أنها لم تتوقف عند ذلك وإنما ذهبت لإسقاط الأوطان تماما، لتخريبها تماما ولمحاولة نهبها إذا أمكن. استمعت إلى أحد المتدخلين يتحدث عن الإمارات باعتبارها قوة كبيرة اليوم، هي ليست قوة كبيرة في الحقيقة، إنما هي تقوم بوظيفة مطلوبة منها غربيا وعموما دوليا، وفي أجزاء منها تقوم بعمليات نهب سواء في اليمن أو في ليبيا أو لكن الإمارات تبحث، يعني ربما يعني هذا رأيك، لكنها في النهاية تحصل منافع تتمدد جيوستراتيجيا في اليمن وفي غير منطقة من هذه المنطقة العربية. السؤال هو إذا كانت أمريكا أو تركيا أو إيران أو روسيا تحقق مصالح في تدخلها في عدد من الدول العربية، ما مصلحة الدول العربية؟ ما هي منفعتها السياسية والاستراتيجية عندما تتدخل في اليمن من دون حسم، وعندما تتدخل في ليبيا أين تكمن المنفعة السياسية هنا؟ المنفعة الأولى أنها تخوف شعوبها حتى لا تتجرأ كالشعوب على الانتفاض على الاستبداد وعلى الطغيان وعلى النهب. المنفعة الثانية أنها تقدم وظيفة للقوى الكبرى وتقدم خدمة للقوى الكبرى. عندما أقدمت الإمارات والسعودية على دعم عسكر مصر بالانقلاب على الشعب المصري وعلى الشرعية المصرية التي كانت 5 انتخابات، فإن استعادة مصر لجانب قوى الثورة المضادة وجانب الكيان العالمي أدى إلى كثير من الكوارث، من بين هذه الكوارث الضغط على الفلسطينيين وخنقهم تماما خاصة في غزة، الضغط على الشعب السوري ودعم بشار، دعم حتى العبادي ضد سنة العراق إلى آخره. فناهيك على أدوار أخرى في ليبيا بائسة جدا. إذا هذه الأنظمة حقيقة الأمر وهي تؤدي بشعوبها بضرب الشعوب العربية الأخرى، ولكن أيضا تؤدي وظائف للقوى الدولية الكبرى حتى تستعين بها باسم ما يسمى بالحرب على الإرهاب، وهي الأنشودة والأغنية التي تطرب لها آذان القوى الغربية والقوى العالم عموما. إذا قلت لهم تحارب الإرهاب فإنهم سيصفقون لك، والجميع سيشكرك ويذكرك بخير في صحافتهم وفي قنواتهم، وهذا ما يقوم به اليوم سواء بن سلمان أو الإمارات أو السيسي أو حتى بشار الذي يدعو أمريكا لكي يحارب معالي بها. نعم نعم حسين، يعني المصطلحات دائما أركز على المصطلحات أو الشعارات التي ترفع فوق البندقية في ميدان الصراعات دائما تستعير عبارات ذات بعد طائفي أو عرقي. هذا يقودنا إلى السؤال عن إلى أي مدى الصراع الآن هو صراع استعادة الهوية في المنطقة. أعتقد هذا الصراع اللي موجود أو هذا العنوان اللي موجود، الحرب على الإرهاب، الصراع الطائفي، هو مصطلح مستورد إلى العالم العربي يراد له ما بعده، وبدليل أنه جميع الشعوب العربية عندما ثارت على أنظمتها ثارت بثورات سلمية أبعد ما تكون عن الإرهاب، أبعد ما تكون عن الإرهاب في ليبيا، في اليمن، في سوريا، في بقية الدول. لا يوجد، بينما مصطلح الإرهاب الذي جعله الغرب وأمريكا أنه هو السبب الرئيسي لهذا الصراع، أنا أعتبره سببا مستوردا. ليس الإرهاب الآن الموجود، عندما يقول مثلا قادة ميليشيات في العراق سنصلي العام المقبل مثلا في مكة، نعم. هذا ينطوي على بعد طائفي. عندما يتحدث الليبيون، بعض الليبيين يتحدثون عن الجهوية ويتحدثون عن عراقة بني غازي وطبرق وإلى آخره، يعني هذا في محمل ببعد تاريخي. هل هناك بحث عن الهوية يعكس هذا الصراع؟ نعم. في المنطقة هوية ضائعة مثلا؟ نعم، في مشكلة في الهوية، لكن أيضا محمل النظام السياسي مسؤولية فقدان هذه الهوية. بمعنى الآن في ليبيا من الذي يقاتل مع حفتر، أو من الذي يدعم حفتر ويعطي شرعنة؟ التيار الإرجائي الجامي، وهو تيار إسلامي، كيف يعطي شرعية لهذا الرجل الانقلابي؟ هذا أمر غريب جدا. طيب أتباع الحسين وأتباع سيدنا علي رضي الله عنهما وغيرهما كيف يقتلون المسلمين وإلى آخره؟ هذا أمر غريب جدا. لهذا السبب نحن نقول هذه الأسباب استخدمت من قبل العوامل الخارجية لتحقيق أهدافها الكبرى، واستخدمت النظام السياسي العربي اللي اعتبره أنا أطلق عليه هو نظام وظيفي بعد عام 1920
أو تحديداً عام 1918 إلى الآن النظام الرسمي العربي هو يمارس دوراً وظيفياً فقط وليس دوراً ديمقراطياً أو دوراً له شرعية داخلية. فعد ما رادت الشعوب أن تثور على هذه الأنظمة من ثورات سلمية أو طالبت بالديمقراطية أو بالعدالة، ما الذي حدث؟ استورد لها الإرهاب، جاء الداعش، جاءت الميليشيات، خرجت. مبدأ الجامية ومبدأ الإرجائية هو ليس للقتال إطلاقاً مطلقاً، هو يرفض هذا المبدأ، يرفض المقاومة العدو يعني المحتل. أنت تتحدث في البعد الطائفي، لكن هناك مفردات عرقية موجودة. نعم، يريدون أن الآن يبحثون عن وطن قومي لهم. يعني لماذا قلت لك أن هناك حوادث متشابهة تاريخيا؟ عندما يبحث الأكراد عن هوية تاريخية، طيب لماذا يتبنى الفكر اليساري الذي هو أبعد ما يكون عن القضية العرقية؟ الفكر اليساري متناقض، هذا واحد. ثانيا، العالم العربي عندما كان يطالب بالدولة القومية قبل عام 1914 وكانت مؤتمرات سان ريمو وغيرها تحتويهم في فرنسا وفي انجلترا، نعم، لإنشاء دولة قومية، نفس هذه الحوادث وهذه الكابينات وهذه الكانتونات وهذه المجاميع السياسية نفسها الآن تمارس في دور الأكراد، ولكن بالنسبة للأكراد مارست الدور القومي والعرقي، وفي مع الإسلاميين والدول العربية استخدمت الإرهاب وشماعة الإرهاب. نحن نقول ما يلي: أنه غياب الديمقراطية والعدالة الاجتماعية داخل العالم العربي هو السبب الرئيسي في هذا، ويبقى العامل الخارجي لا يعتمد على سبب واحد. بمعنى اليوم الولايات المتحدة تدخلها في العالم العربي كلته، هل سبب مكافحة الإرهاب ويغيب السبب الاقتصادي ونهب موارد الشعوب ودولها؟ هل يغيب السبب الاجتماعي وهو ضرب القيم الاجتماعية والأخلاقية للعالم العربي؟ ما نتابعنا في مواقع التواصل كيف يسعون جادين لتدمير الأخلاق العربية والإسلامية؟ هل يغيب السبب السياسي أن هذه الأنظمة بدأت ينتهي مفعولها؟ والمشكلة أنه فقدان البديل. اليوم نظام السيسي في مصر لا يصلح أن يقود قبيلة وهو يقتل جميع من يخالفه، أقرب الناس عليه اعتقلوا وألقاه في السجن، فبالتالي ليس له بديل. هذا اليوم الشعب أي بديل هو أفضل من السيسي. فالمشكلة العالم الغربي اليوم لابد أن يتدخل بنفسه لكي يصنع البديل. اليوم الشعوب العربية ترفض أي دكتاتورية وترفض أي ظلم، ولكنها مقهورة بسبب العامل الخارجي والنظام الوظيفي القائم الآن. نبقى دائما في الصراع فراس، يعني تدخلت جهات دولية وإقليمية كثيرة، وآخر الداخلين أو المنغمسين في الحرب في المنطقة هي تركيا. هل نحن في صدد تنافس دولي على الكعكة العربية، أم هذه الدول أو القوة تتدخل لدفع ضرر مستقبلي قد ينشأ من هذه البؤر الساخنة؟ يعني قبل أن أبدأ فقط أريد أن أذكر نقطتين مهمتين: أن القوي يفرض ثقافته، لأن المتلقي يكون ضعيفا، وهذه أحد المشكلات الموجودة في هذه المنطقة، إضافة إلى أن المال هو المحرك أيضا في هذه المشاكل والصراع، لأن مثل بيع السلاح وسرق النفط وسرق الذهبات وإلى آخره، هذا محرك مهم جدا بالنسبة للقوى الكبيرة. بالنسبة لتركيا، طبعا تركيا الآن غير تركيا القديمة، تنظر الآن بسياسيات استراتيجية أكبر من ذي قبل، بسبب أن وضعها الاقتصادي أصبح قويا، أي أن أصبح لديها إمكانيات للتقدم في النفوذ، إضافة إلى أن التطور في المؤسسات الداخلية التركية جعل أن التطورات في السياسات الخارجية أصبح واضحا بشكل كبير. أصبح لتركيا ربما استقلالية القرار، هذا مهم جدا. استقلالية القرار لم يأتي عن فراغ، هذا مهم أيضا. لكن ليس هذا هو السؤال، إنما دخلت تركيا إلى الأوحال السورية إذا صح التعبير للتنافس مع القوى الدولية الأخرى، أم لدفع ضررا مستقبليا قد ينشأ مثل ما تفعل أمريكا وروسيا، أو مثل ما تبرر تدخلها أمريكا وروسيا وغيرها؟ كلا الحالتين هي صحيحة. في حال تدخل الخارج على حدود تركيا، إذن سيكون هناك تنافس، هذا التنافس سيكون مضر في تركيا، لذلك لا بد لتركيا أن تكون في هذا التنافس. هذا مهم جدا في استراتيجيات أي دولة تخشى على حدودها، لأن القادمون روسيا أو الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا هم ليس لديهم حدود أبدا على سوريا، فأي ضرر يحدث في سوريا لن يكون له أي تبعات مباشرة على بلادهم، بينما على تركيا تبعات مباشرة، لذلك لا بد لتركيا أن تكون في هذا الموقف. هناك كثير من الأمور ممكن استخدامها في الأزمة السورية، في الحرب الدائرة في سوريا ضد تركيا، ولذلك إنشاء ما يسمى في الكوردور الشمالي أو الكوردور الانفصالي الكردي في الشمال هو سيكون ورقة ضغط قوية جدا على تركيا، لذلك لابد لتركيا أن تقطع هذا الوهم قبل أن يصل إليها، لابد أن تقطع هذا الخطر
قبل او درئه قبل الوصول الى 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 اراضيها. نعم. لذلك لابد, وجدنا ان التفجيرات الكثيره كانت في من ما يسمى تنظيم الدوله, بعد ذلك البي كي كي وغيرهم. اذا نعم لابد لتركيا, لذلك نجد تركيا, لن اطيل, تركيا لديها الان نفوذ اوسع من ذي قبل. إذا لاحظنا بدأت في الصومال, ربما في قطر. نعم. وأيضا الآن في السودان. إذن تركيا لديها استراتيجية واضحة في احتواء الشرق بشكل عام, وهذا كله ضمن سياسة الصراع في المنطقة العربية وعلى المنطقة العربية, لكن ضمن سياسة تقول تركيا أن ما يسمى بالتركي كازان, كازان أي الكل رابح وليس هناك خاسر. نعم. هذه أيضا استراتيجية جديدة. نعم, بقي لنا فاصل قصير, نعود بعده لاستكمال ما تبقى من الحلقة, فلا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم إلى الجزء الأخير من حلقة اليوم, والحديث عن مآلات الصراع الدائر في المنطقة العربية. محمد العربي زيتوت, أمريكا دولة كبيرة تحوي تنوعا دينيا وقوميا هائلا, وكذلك بريطانيا وفرنسا, ومع ذلك نجحت هذه الدول في صياغة عقيدة وطنية, عقيدة أمة متماسكة وراء مشروع وهدف واحد ومحدد. السؤال هو, العرب يمتلكون من مقومات هذه الوحدة أكثر مما تمتلكه أي أمة أخرى في العالم, ما السبب في استمرار الصراع وعدم وجود هذه الوحدة الفكرية, وحدة الأمة؟ في الواقع الولايات المتحدة وفرنسا وعموم كل الدول الأوروبية تعاني من بعض المشاكل الإثنية أحيانا والعنصرية أحيانا واللغوية أحيانا أخرى. بالنسبة للبلدان العربية المشكل الرئيسي, هل تسمعني؟ أسمعك. نعم, تابع. بالنسبة للبلدان العربية المشكل الرئيسي هو أن الانحراف الذي وقع مع استرجاع الاستقلال لأكثرية هذه الدول هو قيام سواء جمهوريات عسكرية أو أنظمة وراثية, مع الأيام انحرفت وانحرفت بشدة, بدأت بالخطأ وانحرفت بشدة, وهذا الانحراف جعلها فيما بعد أن تكون ليست أكثر من وكيل للقوى الكبرى تتلاعب بها احيانا. ويعني شفنا الصراع الخليجي ما حدث فيه, ترى ما حدث, ما دفعت السعوديه من عشرات المليارات, يقال 460 مليار دولار, واليوم قطر تدفع عشرات المليارات من الدولارات ايضا للولايات المتحده حتى لا تغزوها السعوديه والامارات. انظر الى اي حد وصل العبث بين قبائل في الحقيقه في نفس القبائل تقريبا في هذه البلدان. هذا كمثال, لكن هناك أمثلة كثيرة. أن مصر مثلا, انظر إلى وضعها اليوم, كم هائل من المليون لا يكاد يكون كثير. نفس الشيء في الجزائر, 40 مليون, المغرب 40 مليون لا تكاد تسمع لهم حتى, والبلدان التي تسمع لها قليلا إنها في حال ثمار هائل مثل العراق وسوريا. عندما لا تكون مشروعة فإنها ستجلب كل المصائب, ستجلب والطغيان بطبيعة. نعم, يعني معذرة الصوت رديء يعني من المصدر, أشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد العربي زيتوت. حسين, يعني الآن ما الموانع التي تعوق تأثير الدول العربية في صراع يجري على أرضهم وفي جغرافيتهم؟ بمعنى الآن يعني لا يوجد للدول العربية أي تأثير حقيقي على الأرض, بالرغم من أن الصراع يجري في مناطقهم في أرضهم, ما الموانع التي تعوق دون تحقيق أو تقديم يعني تحقيق تأثير عربي في هذه المنطقة التي يجري الصراع فيها في النهاية؟ المنطقة العربية ضعف ويترتب عليه أيضا عدة أسباب. أولا أيضا العامل الخارجي, النظام الدولي الموجود الآن الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الأولى والثانية, هو نظاما مبنيا على العنصرية والعرقية, بمعنى يعني استهداف هذه المنطقة العربية الإسلامية هو بني على أسس عرقية وجغرافية واقتصادية, وغيب العالم العربي والإسلامي من هذا النظام فهو أصبح مستهدفا لهذا النظام.
طرح مشروع الشرق الأوسط الجديد يحتاج له أدوات. هذه الأدوات اللي هي تبنتها هي قضية الكردية والطائفية والتكفير. العالم العربي في هذه مرحلة الضعف وهذا مرحلة الهوان، أنا أعتبره حقيقة يعيش في مرحلة مظلمة جدا، بمعنى تفكك البنية الاجتماعية. الآن تجاوزنا النظام السياسي الدكتاتوري الموجود المفروض على العالم العربي، ولكن العالم العربي الآن بدأ يتفكك داخليا على مناطق الخليج اللي هي تفكك قبلي عشائري، مناطق ذكرتها مثلا في ليبيا على مناطق أثني وجغرافي، وفي العراق على أسس عرقية وطائفية. هذا غير مؤهل أن يكون له أي دور، بل بالعكس هو مستهدف لأن يكون أداة، وهو مستهدف أن يقسم هذا العالم العربي إذا ما بقي الحال على ما هو عليه. من أين يأتي نظاما سياسيا بشعب يستطيع أن يدافع عنه وهو أشد من الاحتلال عليه؟ بعض الشعوب العربية الآن تتمنى حتى الاحتلال لزوال هذه الأنظمة السياسية، فكيف لهذا النظام يستطيع أن يواجه هذه التحديات؟ بل هو جزء من هذه التحديات وهو جزء من هذه المشكلة. أوصلوا الحال. إضافة أنه إحنا لا ننكر أن الشعوب تتحمل مسؤوليتها والنخب المثقفة تتحمل مسؤوليتها، سواء كان مستوى العلماء والدعاة والمثقفين والآخرين تتحمل مسؤوليتها. اليوم كم أجد من المثقفين العرب أقلام مأجورة يمجد هو قومي ويمجد الدورة الطائفي لإيران، وهو إسلامي ومجد الدورة الطاغية، وهو يعني شيء غريب جدا ومؤلم أنه رجلا إسلاميا ويعني عقائديا ويمجد دورا طاغيا دكتاتوريا ويبرر له هذا التصرف. كذلك الأقلام العربية القومية وغيرها التي تمجد دور إيران وهو خلاف المبدأ، لهذا سبب الشعوب العربية لا يمكن أن تتخلى عن مسؤوليتها وفقط يكون النظام السياسي هو المسؤول الأول. على العكس، حقيقة كل المؤشرات التي تشير إلى المنطقة العربية لا يمكن إصلاحها بالوسائل السلمية. المنطقة تحتاج إلى ثورات عربية، ولكن الدعم الخارجي لها ضعيف جدا، ولهذا السبب أصبحت سوريا نموذجا ومثالا لأي ثورة ضد نظام سياسي. هذا النظام السياسي، النظام الدولي، لم يدافع عن الكيان الصهيوني، عن نظام الكيان الصهيوني كما دافع عن نظام بشار الأسد. لو أسقط النظام الكيان الصهيوني لم يدافع عن المجتمع الدولي كما دافع عن بشار الأسد. جميع دول العالم اجتمعت للدفاع عن بشار من شعبه. يعني هذا خلاف جميع الأنظمة، خلاف جميع القوانين. أنا أعتقد نهاية أنه النظام الدولي الجديد بحاجة إلى تشريعات جديدة، وإلا نحن ذاهبين إلى فوضى أكبر من ما نحن نعيشها الآن. نعم، يعني ونبقى في سوريا، يعني مربط الفرس في نقطة الصراع الدائرة الآن. تركيا حافظت على مسافة ثابتة على مدى 7 سنين ومنعت نفسها من التدخل في الملف السوري. الآن هي انغمست، دخلت. هل هذا الدخول أريد لها ضمن سياق دولي لتوسيع دائرة الاضطراب الإقليمي في المنطقة، أم أنها ذهبت إلى هناك بملء إرادتها؟ ليس السؤال عن تركيا بقدر ما هو عن ما يراد لهذه المنطقة من اضطرابات متواصلة، إن كان أم لا. يعني ممكن هنا يحضرني قول وهو أهون الشرين. تركيا ربما كانت لا تريد التدخل في سوريا، ولكن عندما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه لابد من التدخل، وهذا أهون الشرين، ولذلك لابد من أن يكون لها منطقة ردع إن صح التعبير. المنطقة، نعم، المنطقة يراد لها أن تكون غير مستقرة، لا يوجد حل لا للمعارضة ولا للنظام، لذلك يبقى هذا عدم الاستقرار. يخدم مثلا في إسرائيل، نعم سيخدم إسرائيل، قد لا يخدم تركيا، نعم لا يخدم تركيا. لذلك هناك كثير من الأمور، عدم أيضا نقطة أخرى، عدم وجود استراتيجيات واضحة بالنسبة لكثير من الأنظمة العربية. هناك دائما مشاكل بين كل الدول العربية، حتى يعني بين الجزائر والمغرب يوجد مشكلة، ويوجد مشكلة بين موريتانيا والمغرب، ويوجد كان من قبل بين ليبيا والسودان، والآن بين مصر والسودان وأريتريا وجيبوتي. لا يوجد بين دولتين جارتين وفاق سياسي أو حتى رسم لاستراتيجيات سياسية. لذلك هذا الضعف الكبير لابد أن يكون له تبعات، وهذه التبعات منها ما تفضلتم به. أكثر من دراسات تقول أكثر من 15 مليار دولار فقط صرفت في هذه الفوضى. هذا رقم كبير جدا، إضافة إلى ما يسمى في بيع الأسلحة، تشكيل تنظيمات. لذلك إذا أردنا أن ندخل في الأزمة السورية، سننظر إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت شرق النهر الفرات وروسيا تأخذ الغرب، ولذلك تركيا وجدت أنها لابد لإغلاق هذا الكوريدور أن تأخذ الشمال الغربي أن يكون تحت يديها، لأنه لا يوجد ما يسمى
نظاما يتملك تلك الأراضي. الأراضي أصبحت مقسومة، في القبل كانت كل منطقة لديها التفاصيل. إذن الصراع في هذه المنطقة مستمر، لا توجد يعني في الأفق أي بوادر حلول لهذا الصراع في المنطقة العربية؟ لا يوجد حتى الآن، لا يوجد. لذلك اليوم في تصريح تيلرسون القادم إلى تركيا في أنقرة الآن لا تعطي انطباعا إيجابيا، هناك سيكون خلاف أمريكي تركي، وسيكون هناك خلاف أمريكي روسي، وقد يكون هناك خلافا أيضا روسي أمريكي. إذن اللعبة هنا في سوريا أصبحت رقع الشطرنج، كل رقعة لديها ملفا خاصا، وتحتاج إلى ربما سوتشي وأسطنبول وربما أستانا وربما نيويورك أيضا لاجتماعات قادمة. حسين، عطفا على ما قلته قبل قليل إن الحوادث التاريخية تتكرر، ليس بالضرورة أن يعيد التاريخ نفسه، انطلاقا من هذه القراءة، سلسلة قراءة الأحداث التاريخية، إلى أين تسير المنطقة؟ ما المسار الذي ستسلكه؟ أنا أعتقد المنطقة ستسير إلى منطقة زيادة في الفوضى، زيادة في الحروب. لا أستبعد تقسيم المنطقة على أسس عرقية وطائفية، كل المؤشرات على الأرض تشير إلى هذه، ولكل العرقية موجودة القوى الكردية تتبنى هذا المشروع، الطائفية موجودة القوى الشيعية المرتبطة بإيران تتبنى مثل هذا المشروع، وهكذا البقية. أعتقد الأمور ذاهبة إلى فوضى أكبر مما نجد عليه. لماذا؟ لأنه لا يوجد عامل دولي يستطيع أن يتحكم في الصراع ويوقف هذا الصراع، بل هو عامل مساعد في تأجيج هذا الصراع لتحقيق هدفه وهو التقسيم. عندما العامل الدولي يريد التقسيم من خلال شرق أوسط جديد، وتوجد أرض خصبة داخلية لهذا التقسيم من خلال الأدوات اللي ذكرت لك إياها، الطائفية، التكفير، العرقية الكردية، هذا بالتالي الأمر سيذهب إلى هذا، والثمن تدفعه الشعوب العربية سواء من مواردها البشرية أم من مواردها المالية والاقتصادية وحتى الأخلاقية ستدفع. نعم، أعتمد على مهاراتك في الاختزال والاختصار بدقيقة من فضلك، ما التغيير الذي سيصيب طبيعة الصراع في المنطقة بعد ما يبدو أنه تدخل إسرائيلي في سوريا؟ التغيير، لن يكون هناك تغيير إن لم يكن هناك واقعية سياسية على الأرض، إضافة إلى أن هناك استجلاب للنموذج من الخارج كي تطور نفسك، هذا ليس عيبا. تركيا استدعت كثير من النموذجات الخارجية وطورت في نفسها، وعلى الداخل في الصراعات العربية أعتقد ذلك. المجتمع الدولي لا يريد لا حربا ولا سلما في تلك المنطقة، لذلك نجد الفوضى. إذن على الداخل أن يتشبث فيما بينه، على الجميع أن يعلم أن هناك لعبة كبيرة في المنطقة، وحتى ليس عيبا أن تأخذ نموذجا من الخارج وتطور نفسك على أسسه. والتاريخ واضح في كثير من الأمور، وأذكر الآن ما يسمى بالطوائف التي كانت في الأندلس، وبعد ذلك انتهت الأندلس في تلك المنطقة، ولذلك علينا الانتباه كثير في هذه المنطقة. ونحن أيضا انتهت حلقتنا، أشكرك شكرا جزيلا. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيوفي الأستاذ حسين السبعاوي الباحث والمحلل السياسي، وفراس أغلو الكاتب والمحلل السياسي، وكان معنا من لندن عبر الهاتف محمد العربي زيتوت الدبلوماسي الجزائري السابق، ونعتذر لكم عن الخلل من المصدر. شكرا لكم على كرم المتابعة، إلى اللقاء.